ونور قلوبنا وقالبنا من هداوتك والأفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا إمدحن بجاه سيدي ولدي أنا جامعة لكل نيتنا صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونوينا أن نكرر المولد مثل منا وأباؤنا وأهلنا سلفنا ورجالنا شهيانا اللهم دخل يا كمان ياتو الحبيب مولانا الحبيب محمد لطف بن علي بن هرشم بن يحيى ما تعالى لطفولتي في طول حياتي في سعة وعافية وأنا خصم الله رحيم قد بالبلاء صاحب مولد سمدور الحبيب علي بن محمد بن حسن الأبشي وأنا خصم لجميع مشايخنا وأستاذنا وأبائنا وأمتنا وسادتنا وسادتنا ووصل مفورهم أن الله إلى درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم منفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاق صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يخطب وصاله ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توفق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فكن حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك
وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شأنه، خلق خلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الكسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تألقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في أوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز في حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتأثرت بوجودها أكناف الوجود، ودرج البردان الأوالي بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجلي ينقض بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة الترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابه فضل الله على هذا صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب الأمل أنام نوالا، جل من شرف الوجود بنوره قمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. وترك في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لا حدته الأجون في ما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلالا، وهو من في فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويهر في تأكله معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقيا النور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في درك الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. ومن فاجأت هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والعدال، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتنوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغان لله ما أمروا بتبليغه لخلقه من فرده ونفله. صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا، فمعظمها من منة ذكى
كرم الله بها على البشر وما أوسى من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلاة وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها فيه العدل كمال وقام بحق ربوبية في مواطن الحكمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى عليه وصبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيئوا ظلال شرف الأسلي بوده وحبه ما عطر الأجوان بنشر ذكراهم نسيب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الروح الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
وما أكرم الله به في
المحفظ الذي عم العالمين وبقيت رايته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي تألوك في هذه الحضرة الكريمة ولا عجت تشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله يبقى به المتكلم والسامع ولعل الله يبقى به المتكلم والسامع ولعل الله يبقى به المتكلم والسامع ويدخلني في شفعة هذا النبي الشافع ويتروحني بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلقي فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنته عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب بطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أشياؤها بمعونة الله محافظة على حكها وصونها فحملته برعاية الله كما ورد أن حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو من ألم ولا
حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم مشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يقول للواحد الفرد لك
وان فضل الحق حكمه على من اتم الله عليه النعمه من خواص العمه ان يحضر عند الوضع العمه تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضر في توفيق الله سيدة المريم وسيدة العاسية وما هما من خور العين من غصم الله له من شرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سفه الكمال من نور عن عمود وبرز الحامد محمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك
كنت معنا غاية حسن الختام. يا الله ذنوبي واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. يا الله ربي اغفر لي ذنوبي. يا الله النبي محمد واكرم الارواح منا بلك خير الانام. يا الله ربي اغفر لي ذنوبي وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. يا الله ربي اغفر لي ذنوبي. يا الله هدي الهدي محمد. يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمعافل. صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العنا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. حسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المكان وأقرأ السلام على سيدي الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma la ila 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 yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walamma nadama al-fikru min darari awsafil Muhammadiyatil ukuda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayaj'ala sa'ibihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktuba amali fil ma'al fil a'mal maqbula tawajjuhi fit tawajjuhatil khalisati wasilatil mausula. Allahumma ya man ilahi tatawajjahul amalu fata'udu dhafira wa ala babi izzati tuhaddu rihalu fatahshaha minhu fuyudatul ghamira. Natawajjahu ilaik bi ashrafi wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi amad risalatahul alamin antusalliya wa tusallima ala tilka dhatil kamila mustaudai amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili rayati da'watika syamila al-abil akbar al-mahbubi laka wal-mukhassasi bisyarafil afkhar fi kulli mautini fil mawatinil kurri wa madhar qasimi imdadika fi ibadik wa saki kuusi irsyadika li ahdika widadik sayyidil kaunain wa asrafil thakulain al-abdul mahbubil khalis al-mahsusi minka bi ajalil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabih wa ala hadrati iftirahibihi min ahbabih. Allahumma inna nukaddimu ilaika jahadhan nabiyyil karim wa natawassalu ilaiki bisharafika maqamihil azim antulahidana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa antahfadana fi jami'i adwarina wa tukallubatina bi jami'i riayatik wa hasini wikayatik wa antubalina min syarafil kurbi ilaika wa ila hadal habibi ayata amalina wa tatakabbal minna ma taharokna fihi min niyatina wa a'malina wa taj'alana fi hadratil hadal habibi minal hadirin wa fi taraiki tibahi minas salikin wa li hakika wa hakihi minal muaddin wa li ahdika minal hafidin. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khasati falatukhrimna wa dununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika falatuhayyibna. Amanna bika wa bi rasulika wa ma ja'a min ad-din wa tawajjahna bihi ilaika mustashfi'in wa tuqabila mudliba minna bil khufran wal musi'a bil ihsan wassa'ila bima sa'al wal mu'ammila bima amal wa antaj'alna mimman nasara hadzal habiba wa wazara wa walahu wa dhahara wa umma bi barakatihi wa syarifi wajhati auladana wa walidina wa ahla kudrina wa wadina wa jami'il muslimina wal mu'minina wal mu'minat fi jami'il jihad wa adim rayat ad-dinil qawim fi jami' aktari mansyura wa ma'alimal islami wal imani bi ahliha ma'mura ma'nan wa syura waqfi lahumma kurbatal makrubin waqfi dainal madinin waghfir lil mudribin wa taqabbal taubatat taibin wanshur rahmataka ala ibadikal mu'minin ajmain waqfi syarrul mu'tadina wadh-dhalimin wabsutil adlu biwulatil haqqi fi jami'in nawahi wal aqtar wa'idhum bita'idin min indika wa nasrin ala mu'adidina minal munafikina wal kufar waja'alna ya rabbil hisnasini min jami'il balaya wa firhitil makini minad dunubi wal khot wa adimna fi amali bita'atika wa sidki fi hidmatika qa'imin wa idha tawaffaitana wa tawaffana muslimina mu'minin wa ahtim lana minka bi khairin ajma'in wa salli wa sallim ala hadhal habibil mahbub lil ajsami wal arwahi wal kulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilai mansub wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin sirril fatiha.
لحضرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ملائكه المقربين وسيدنا جبريل سيدنا ميكائيل إسرافيل إسرائيل حملة العرش عليهم الصلاة والسلام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. خلفاء الراشدين سيدنا بكر الصديق سيدنا عمر عثمان الخطاب عثمان عفان سيدنا علي بن طالب سيدنا حسن سيدنا حسين فاطمة الزهراء خديجة الكبرى عائشة الرباكية وأزواج النبي أمهات المؤمنين الطاهرات رضي الله تعالى عنهم. الفاتحة. إمادين مجتهدين مقدمين في القراء المخلصين فاسين علماء الصوفية المحققين سيدنا حسن بصري سيدنا حبيب العجمي سيدنا كتاب الطائي سيدنا معروف الخري سيدنا سري السقطي القاسم أبو القاسم جنات البغدادي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بهم وبعلومهم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. سيدنا أبو يزن بستامي إنما شبليا علي أرد ومسان قد نسي جعفر صوتي محمد باقر علي زن بنتي القاسم محمد باقر سيدنا سمي الفارسي واسأل قراني رحمه الله ورد عنه ونفعنا به وبعلومه ومدن مدده وعاد علي بركاته ونفعنا وأسر ونور من في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياه ونستعين بنا صوت صومنا وموت من رمضان. لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني القدمي إمام أحمد الرفاعي القدمي أهل البدوي إبراهيم داسوكي سوروردي عمر الخلواتي عبد الشطاري بابا يوسف أسامة سامر كولار بها الدين أسابادي سيدنا أبي الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي سيدنا المال الإمام المرسي ابن عطاء الله سكندري عبد الله محمد يوسف الجزولي رحمه الله ورد عنه ونفعنا بهم وبعلومه وأمدنا مدده وعاد علينا بركاته ونفعنا بأسرا وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير مغضوب عليهم. محمد الفاسي سيدنا محمد وفاء بحر الصفا محمد علي وفاء بحر الصفا سيدنا عربي بن احمد الترقوي رحمه الله رضي الله عنه ونفعنا بهم وبعلومهم وأمدن مدده وعاد علينا مباركاً ونفعتم وأسرار وأنوار علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سيدنا أحمد خاتم السنبا سيدنا أحمد بن إدريس الإدريسي محمد بن كنسامان أحمد الديجاني محمد بن سنوسي عبد الكريم البندني والأرواحي سيد هاشم محمد هاشم الهاشمي عربي بن أحمد الترقوي سيد علي بن طاهر المدني محمد بن رضوان أحمد بن رضوان المدني
باقي مشايخنا بح مالك وكيان أقربين مشايخ سيد محمد ياسين وسيد عبد الله سيد عبد العزيز الغمارياني محمد حسن مخلوف وغير بقيت مشايخنا وسيد جميع رجال سلسلة بينهم رجال سلسلة رحمهم الله ورضي عنه ونفعنا بهم وبعلومهم ومدن مددهم وعاد علينا بركاته ونفعتهم أسرا وأنوار علومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نبي هدينا بن سيد علي هاشم وصولهم وفروهم وقرب أن تعلق بهم بهذه المحلات من أولياء ديسي مؤسسين ضد العلماء. الله يغفر لهم الرحمة ويتوب علينا البركات ونفعنا أسرا ونورهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم. فتح حضرة مولانا حبيبنا وشيخنا مرشدنا سيد محمد لطفي بن علي بن هاشم الله طول العمر فيه. طويل عمره في الدنيا. وجعلنا وينخر ويروي في سلكه وطريقته. الفاتحة. Barokati alif ta'alina futuhal arifin tuhal malam al-amin yunadibuna fi silki mutariqatihim wa ilahum turutin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam barokatim ya Allah ijal beldatan indonesia aminat mutmainna tanjir fi ahakam syan aminna aminna fi autanina wa ta'alina ya Allah ta'al beldatina barokatim nas barokatim nardi barakati mujahim syekhina mursidina pemfi Allah al-fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقاد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. أستغفر الله أستغفر الله العظيم
العظيم أستغفر الله صلى الله على محمد 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 صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا 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 لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا 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 لا إله إلا 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 الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bayanu aqsamit tasawufi wa maratibiha. Qawluhu wattaqwa wa hiya ala thalathati aqsamin. Ayat sadisah min aqsamit tasawuf at-taqwa wa hiya utawi at-taqwa iku ala thalathati aqsamin ing atase telu pira-pira bagian. Taqwal ami siji rupane takwane wong awam, bil lisani takwane kelawan lisan. Wa huwa utawi takwa bil lisan iku itharu dzikriman, mentingaken dikir dat lam yazul kang ora sirno sopoman wala yuzalu lan ora disirnaaken sopoman.
ala dikriman ngalahaken ingatase iling wong lam yakun kang ora ono man fakana mongko tinemu sapa man wa taqwal khosi lan takwane wong khos bil arkani takwane kelawan pira-pira gauta wahia utawi takwa bil arkan iku itharu khidmatiman mentingaken khidmah maring wong lam dat lam yazul kang ora sirna sapa man wala yuzalu lan ora den sirnaaken sapa man ala khidmatiman ngalahaken ing atase khidmah maring wong lam yakun kang ora ono sapa man fakana mongko tinemu sapa man watakwal akhosi lan kaping tiga takwae tiang ingkang akhos bil janani takwane kelawan kolep ati waya utawi takwa bil janan iku itharu mahabbatiman mentingaken demen maring dat lam yazul kang ora sirno sopo man wala yuzalu lan ora disirna akan man alah mahabbatiman ngalahaken ing atase demen maring wong lam yakun kang ora ana sapa man fakana mongko tinemu sapa man. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Telah berkata Kiai Mu'allif atau Kiai Musannif di dalam kitab Jami'ul Usulil Awliya bab masalah takwa at-taqwa dibagi tiga bagian. Tingkatan yang pertama tingkatan takwanya orang awam. Kita kembali kepada al-ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam kedudukan hudan lil muttaqin, untuk lil muttaqin itu dikembalikan kepada tiga bagian. Tingkatnya orang awam berbeda dengan tingkatnya orang-orang yang khusus. Dan tingkatannya orang yang khusus tidak sama dengan tingkatnya orang-orang yang khawasil khawas. Tapi kalau ini kita terangkan terlalu tinggi. Tapi kita ambil sari dan buahnya saja. At-taqwa bagi orang awam pasti akan yang pertama akan meningkatkan tingkatannya, makrifatnya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pokok. Jangan dikira tiga hal itu lalu berpisah-pisah sendiri-sendiri. Tiga itu tetap menyambung takwanya orang awam, takwanya orang khawasul khawas, tetap bersambung. Tingkatnya orang-orang yang awam, kalau kita sendiri pribadi atau tingkatan orang awam, sing penting, yang penting itu ibadah mendapat pahala sebanyak mungkin. Itu tingkatan orang awam. Ya. Yang kedua, untuk ibadah kita selain untuk mengambil pahala yang sebanyak mungkin, di satu sisi untuk meningkatkan ketakwaannya yang luar biasa, akan menambah makrifatnya apabila amaliyahnya selalu diamalkan dengan baik. Itu tingkatan orang awam. Adapun tingkatnya orang-orang yang khawas, itu berbeda lagi. Orang-orang yang khawas akan meninggalkan yang bentuknya seperti kita mengharapkan satu upah atau ganjaran. Ini berbeda. Tingkatannya orang awam pertama pasti nanti akan mencapai daerah yang dikatakan ibadahnya sudah tidak karena upah lagi. Tapi bagaimana tambah makrifat, tambah dekatnya kepada yang memberikan jannah. Bagi orang-orang yang khawasil khawas, yang sudah tinggi lagi, dia selalu dengan gerakannya, perilakunya, sudah turun ke perilakunya, tutur katanya, matanya, telinganya, gerak-geriknya,
Untuk apa? Berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tingkat mahabbahnya melebihi kepada makhluknya. Ini orang-orang yang khawasil khawas dan orang yang sudah mencapai darajat tinggi. Untuk mencapai apa dari mahabbah? Pasti orang mahabbah akan tinggi sifat ridhonya. Nah, kalau kita-kita ini sering mengucapkan umpamanya ridho Allah yang diharapkan. Okelah, ridho Allah bagus sekali, kita meminta kok sama ridhonya Allah Ta'ala. Dari yang kecil saja apa? Kita menginjak bumi ini, buminya siapa? Yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sadar minta ridhonya Allah Ta'ala, apa yang kita injak, pasti orang itu tidak akan bermaksiat. Karena sadar yang diinjak punya siapa? Punya siapa? Punya Allah Ta'ala, tidak mungkin akan melakukan maksiat. Kita itu dipinjamin saja masalah bumi ini untuk kita berjalan. Later. Itu tingkatan-tingkatan. Nanti lebih tingkat yang tinggi lagi, kita sadar. Untuk mencapai ridhonya Allah Ta'ala, kita kembalikan kepada pribadi individunya masing-masing. Betul minta ridhonya Allah Ta'ala? Betul? Nah, kalau ibu bapak dikasih sakit gigi gimana? Katanya minta ridhonya Allah Ta'ala. Nah, ketika sakit gigi, Allah Ta'ala minta, kamu ridho enggak saya beli penyakit gigi? Memang gampang ucapan ridho Allah itu, mudah sekali. Nah, itulah. Tapi semua tertutup karena apa? Kalau mahabbah kepada Allah Ta'ala luar biasa. Yang isinya takwanya itu apa? Diganti dalam takwa itu mulai berkembang isinya husnudzon billah, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan ini. Kalau kita umpamanya dapat rezeki, ingin dapat rezeki banyak, datang ke ustaz atau datang ke kiai minta saran, kiai, ustaz, bacaan apa yang kira-kira kita mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan rezeki yang banyak? Oh, baca ini saja. Ya, baca. Berapa hari, kiai? Ya, silahkan mau 1 minggu atau 40 hari. Begitu menerima ijazah, kembali. Ini untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata menambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berbeda tingkatan awam. Ini berbeda lagi tingkatan khawasil khawas. Kalau kita orang awam suruh baca Yasin untuk rezekinya banyak berapa hari? 40 hari. 40 hari tidak dapat apa-apa. Katanya apa? Kurang mandi. Kurang tajam katanya. Yang kurang tajam itu ente, bukan Allah Ta'ala. Bukan doanya. Yang kurang tajam si pembacanya. Coba kalau si pembacanya anda asor, direndah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh prasangka yang baik, masalah rezeki Allah Ta'ala surga saja diberikan kok, mustahil barang rezeki kayak lainnya toh bakalnya ditinggalkan. Tidak mungkin kalau tidak dikasih, saya yakin surga saja diberikan. Itu husnudzon billah, itu diantaranya. Melihat sesuatu apa yang dikehendaki Allah Ta'ala karena berdasarkan cintanya, ya luar biasa. Semakin dekat, semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Imam Syadzili apa saben hari tiap malam tahajud bilangnya apa beliau? Mata aku nalika ya Rabb, kapan aku ini bisa bertemu? Bukan untuk mati loh, tapi kapan aku ini bisa bertemu? Rindu sekali akan bertemu nadhar ila wajhil karim. Jalla wa'ala. Itulah orang-orang yang sudah maqamatil khawasil khawas. Nah, kita untuk mencapai darajat ke sana, ayo bareng-bareng. Supaya mendapatkan pembekalan yang baik, bersihkan dulu hati kita supaya tidak mempunyai ghaflah, tidak mempunyai lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tidak mempunyai ghaflah, merasa didengar, dilihat oleh Allah Ta'ala, kira-kiranya akan mengurangi maksiat. Total mungkin tidak, setapak demi setapak.
kita akan sadar, kita akan mengurangi perbuatan maksiat-maksiat yang takut akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Semakin kita merasa didengar, semakin dilihat oleh Allah taala, sifatul haya akan muncul, malu rasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tambah malu kepada Allah, khaufnya muncul lebih tebal, takutnya kepada Allah semakin tebal, takwanya semakin kental luar biasa, dan ingin selalu mendekat, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kepentingan tarekoh, tarekoh manapun, terutama diutamakan bagaimana membersihkan hati. Shofaul qulub, hatinya bercahaya karena apa? Bersih dari sifat-sifat madzmumah, sifat-sifat radail, dan selanjutnya orang itu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum didoain mau sudah loh, baru diomongin. Tahu-tahu akan bangun, ini udah cepat-cepat pulang. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Abda syakirin abda naimin. Abda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli 'ala Muhammadin shalatan taftahu lana bab ar-ridha wa taysir wa taghba bashar wa ta'sir wa tamban tawali wa nasira. Shalatan taftahu lana ya Allah qulubana futuhal arifin futuhal ulama lam tanawwal awliya'in qurbin. Tunawwira qulubana bila ilaha illallah tuwaffiqan li kharaji dura rima'anila in bahri la ilaha illallah. Duzilang kulubina khalaqa syaitin sabbita fi rahmihim rahya wa duhayya asran qabuli la ilaha illallah. Tusalli ala si Muhammadin abdika wa rasul nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim jal jam'ana hada jam marhuma wa tafun tabarun ba'asuma la dedafina wa la ma'ana syaqiyam rahmati ya arham rahim bihaqi la ilaha illallah bihaqihim ya Allah. Nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, antafadha syekhuna mursyidina Muhammad Abim Yudhiyah tawil umran, ya Allah, fi ta'adika tubarik lana ya Allah, bibarakatihi ya Allah, ya Allah, ya Allah, taksurna fi dunyana wa akhran ma'u ma'awliyaika wa rasul nabiika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin, ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Khud aidina ya Allah bi aidihim ya Allah. Khud aidina bi aidihim ya Allah. Khud aidin bi aidihim wal tajan minal ghafirin wal janna ya Allah minal ghafirin wal tajanna ya Allah minal ghafirin bi rahmatika karamika ya akram Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ijal jamana hada jamarhuma wa tafum tabarbur mamsuma la dadafina wa la mana syaqiya wa rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alimna fauna al mujahidin wa zinna ilm bar marzaqtan bil alamin wa ighfir lana wa li walidina masyayikhina wa sanna ma wasan jamil muslimin wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.